البداية جاني التلفون، يعني ما توقعتش انه يكون من شركة مدح. كل شركة مدح نحكي معاك نتواصل معاك لان اسمك طلع معنا في السحب. ففجأت بالبداية ما حكوا لي المصيرات، طبعا كل شحات انت تربح شغلات يعني من عندك. ما قلت لهم اي شيء من شركة مدح طبعا يكون ذكرى وشي كويس من شركة مدح. أقول لي أنت طالب إشي بسيط؟ بقول له طبعاً، أقول البني آدم دائماً مش لازم يكون طماع يعني. أقول لي أنت رحت معنا السيارة، يعني تفاجأت على درجة إني يعني ما قدرتش أحكي إشي على التلفون، يعني ضل هو يحكي معي الأستاذ بسام وأنا ساكت يعني ما حكيت معه إشي. والله أنا لما سمعت الخبر تفاجأت يعني، فكرت واحد بالتلفون بتخوت علي. فكنت عند المحاسب بقول لي انا والله من شركه مدى ومش عارف ايش، لقيت الرقم بليفون. فبقول يمكن بتخبط واحد من العيله يعني بقول لي انك بعت سياره بيجي وما بيجي، لان بقاش عندي علم انه مدى بتقدم جوائز. يعني انا مشترك قديم يعني لي اربع سنين لي شركه مدى، بس ما عمريش سمعت انه في جوائز وما في من هذا الاسلوب. فبقول للمحاسب بقول لي انت شو خسره؟ أنا سألت على التلفون وين هاد شركة مدى؟ بقول لي بالي إيفل تبع الحلويات، هو أقرب شيء يعني إلنا بنعرف إنه إيفل تبع الحلويات، برج الشيخ. فقالت قال لي المحاسب روحي يا عم، أنت شو خسران؟ كذب، تشربك فنجان قهوة بتضلك مروح.